أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أبو حمزة روى عن رسول الله 86 و200 و2000 حديث، 2286 حديثا رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دعا له النبي بطول العمر وكثرة الولد وكثرة المال، فكان بستانه حائطه في المدينة يثمر مرتين في السنة. قال: ودفنت بيدي هاتين ما بين 100 من ولد وحفيد. اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقوم الليل مع كبر سنه، نيف على 90، عمر طويلا، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه مع كبر سنه رضي الله عنه وأرضاه. وثابت البناني روى عنه كثيرا، فكان أنس يقول لجاريته: طيبي يدي، فإن ثابتا إن أتى يأبى إلا أن يقبل، يدي. ثابت البناني يروي دائما عن من؟ يروي دائما عن أنس رضي الله عنهم أجمعين. النبي يقول له: يا ذا الأذنين، هذا خرج مخرج المزاح ولم يخرج مخرج السخرية، وإنما الأصل فيه أن الأذن هي جارحة السمع، وهذا قال فيه الشراح: يحضه على أن يستمع لمقالة النبي، لأنه كان خادم إيش النبي عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا 10 سنين، فلما يقول له النبي: يا ذا الأذنين، يعني انتبه لما أقوله لك، فناداه بما هو فيه. لما أقول لك: يا ذا العينين، ما أنت لك عينان فعلا، أقول لك: يا ذا اليدين، يا ذا الأذنين، إلى غير ذلك، فلم يخرج هذا مخرج السخرية كمن قال أن فيه كان أذن طويلة أو أذن قصيرة إلى غير ذلك، فناداه مثل هذا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن ولو كان الإنسان فيه شيء فنودي به فلم يكرهه، لا يعتبر هذا يدخل باب إيش؟ السخرية والاستهزاء. فقام ذو اليدين، حديث أبي هريرة، حديث ذو اليدين، وهو في الصحيح في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين، فقام رجل يقال له ذو اليدين، كأن في يديه قصر، وما كان يكره ذلك، لأن هذا من الأشياء التي هو لا يكرهها. أما الإنسان إذا كان فيه شيء وإذا نودي به كرهه، فلا يجوز لمسلم أن يناديه به، لندخل في السخرية والاستهزاء وليس في المزاح. نعم.